الطاقة العامة لبرج الميزان بالفترة الحالية دا أشوف أنه أنت بانتظار اتخاذ قرار أو خبر صار لك فترة متأخر عليك. هذا القرار أو الخبر ممكن يكون على الصعيد العاطفي أو ممكن يكون على الصعيد المادي حتى. دا أشوف هذا الخبر اللي أنت منتظره راح يوصلك بالفترة الجاية، ممكن تكون صار لك 3 أسابيع منتظر هذا الخبر أو 3 أشهر، وتقريبا صارت عندك طاقة يأس من عنده، دا تفكر أنه هذا الشخص إذا كان شخص تواصل أو حتى إذا كان موضوع عملي أنت قربت تيأس من وصول هذا الخبر إليك. بس دا أشوف أنه هذا الخبر بالفترة القادمة راح يوصلك. وعلى الصعيد العاطفي دا أشوف عندك بعض المخاوف أو التردد أو نوع من التشويش، عدم الوضوح اتجاه شخص ممكن يكون برج العذراء. هنا طالع يمي برج العذراء، ممكن يكون شخص موجود بحياتك من برج العذراء. أنت بالفترة الحالية هذا الشخص منسحب أو مبتعد عنك صار لفترة، دا تحس أنه أكو بيه تغيير معين، فهذا الشيء مسبب لك عدم وضوح وعندك نوع من التشويش بالفترة الحالية اتجاه هذا الشخص. دا أشوفه هواية، دا تفكر تريد تعرف شنو سبب انعزال هذا الشخص عنك فجأة، وممكن يكون معاطفي، ممكن حتى يكون شخص وياك بالعمل وهذا البرج مالته، فأنت اللي قاعد مثل اللي قاعد تدور بالفترة الحالية وراء أو دا تحاول تعرف عنه أخبار معينة. هاي جينا على الطاقة العامة نظرة سريعة، خلونا هسه ندخل بالتفاصيل أكثر على جميع الأصعدة. على الصعيد المادي برج الميزان، الناس اللي هم عندهم عمل، يعني هم شلون عندهم شغل وهذا الشغل موجود بأيديهم هم وماكو أحد يرأسهم، دا أشوف بالفترة الحالية عندك نوع من القلق أو المخاوف أنه أنت تخسر هذا العمل. بالفترة الحالية عندك مخاوف اتجاه خسارة معينة بالعمل، ممكن حتى يكون عملك نفسه أنت مليت من عنده و تريد تغير مكان عملك. عندك نوع من القلق، عندك نوع من الروتين، انه العمل ما قاعد يتقدم وباقي بمكانه نفسه، وهذا الشيء ايضا طلع وياي حتى بالتحديات اللي ممكن تواجهك بهاي الفترة. ممكن تكون قاعد تبذل مجهود بالعمل اللي انت موجود به حاليا، بس النتائج اللي قاعد اتحصلها من هذا المجهود مو متقدر تعبك، مو التعب اللي انت تتعب بهذا الشغل. يجيب لك القدر اللي المفروض يكون أرباح لك من ناحية التعب اللي أنت تتعبه، دا أشوف عندك تعب هواية بالشغل بس ما قاعد تاخذ حقك، عندك ظلم بموضوع العمل. هاي إذا كنت أنت يعني عندك عمل، ممكن يكون عندك أكو شخص بالعمل متسلط، أو حتى إذا كان مديرك بالعمل دا أشوف هذا الشخص متعبك هواية بالفترة الحالية ودا يضغط عليك بهواية أمور. هذا الشخص من النوع اللي منضبط جدا ونفس الوقت ما ينطي أعذار ولا حتى يهتم للظروف اللي ممكن تكون موجودة عند الناس اللي تشتغل جوا إيده. إذا كنت أنت موظف فدا أشوف عندك تعب من خلال شخص سلطة أكبر من سلطتك بالعمل. للنساء البعض من عندكم ممكن يكون هذا الشخص المدير اللي بالعمل عنده مشاعر اتجاهك، أو أنت حتى عندك مشاعر اتجاهه، وهذا الشيء مسبب لك نوع من المخاوف والقلق اتجاه هذا الشخص واتجاه خسارة عملك. ممكن يكون هذا الشخص قاعد يسبب لك نوع من المضايقات بالفترة الحالية، فأنتي باقية ما بين أنه أنتي تحافظين على شغلك أو أنه أنتي تصدين هذا الشخص، ولهالسبب عندك مخاوف أنه أنتي تخسرين شغلك بسببه، لأنه هذا المدير ممكن يكون عنده طاقة تلاعب شوية. عموما على الصعيد العملي البعض من عندكم دا شوفه عنده تغيير بعمل، ممكن بعض منكم يكون خسران عمل صار لفترة، أو أنه هو بالفترة الحالية على وشك أنه هو يترك عمله. دا شوف أكو عرض عمل جديد، وهذا العرض مال العمل الجديد اللي راح يجيك خلال هذا الشهر راح يكون عرض مستقر وثابت. يعني إذا كنتوا تداومون بشغل أهلي فراح يصير هذا الشغل يعني تعيين حكومي يجي عندكم وتعيين ثابت يكون، لأنه دا شوف أكو شغل مستقر عندكم راح يصير بالفترة الجاية راح تستقرون بيه. بس انتو عندكم نوع من الملل ومن التعب من هذا الشغل اللي انتو بيه حاليا. دا اشوف اوضاعكم على الصعيد العملي متعبكم العمل هواية بهاي الفترة، وهواية شايلين همه، ونفس الوقت ما مرتاحين بالشغل اللي انتو بيه، عندكم نوع من الروتين ونوع من الملل بهذا العمل. على الصعيد الصحي دا اشوف البعض من عندكم كان مار بأزمة
صار لفترة، ممكن يكون مريض، ممكن يكون حتى داخل مستشفى، بس بالفترة الجاية دا أشوف عنده شفاء، أو أنه هو بالفترة الحالية بلش أنه يشفى. ممكن يكون هذا الوضع مو لكم، الشخص موجود من العائلة، ممكن إذا كنتوا يعني متزوجين يكون طفل أو حتى شريك، أو إذا كنتم متزوجين ممكن يكون من الأهل. المهم دا أشوف أكو مساعدة، الشخص مريض، ودا أشوف أكو شفاء، أكو خبر حلو على الصعيد الصحي راح تسمعونه بالفترة الجاية. ممكن حتى يكون البعض النساء حمل مفاجئ راح يصير عندك بالفترة الجاية، راح تكتشفينه. نجي شوية نركز على تفكيرك بالفترة الحالية يا برج الميزان. دا أشوف تفكيرك بالفترة الحالية بالنسبة للعزاب، الأغلبية من عندكم وحتى المرتبطين، دا أشوفكم دا تفكرون أنه خلص حان الوقت أنه أنتوا تستقرون، يصير عندكم نوع من الاستقرار بالعلاقة كزواج. البعض من برج الميزان دا أشوفه بهاي الفترة غالبة عليه طاقة الاستقرار، طاقة المنزل، طاقة البيت، الهدوء. البعض منكم عنده أمنية مبالي يريد يحققها تخص موضوع زواج. للعزاب دا أشوف أكو بالفترة الحالية عندكم عرض زواج، وأنتو هذا العرض قاعد تفكرون بيه صار لكم فترة، والبعض من عندكم ممكن يكون ما مقتنع بهذا الموضوع تماما. البعض الثاني دا أشوف أنه أكو عندكم أمنية لا تفكرون بيها ببالكم بالفترة الحالية شغلتكم تخص موضوع زواج، ممكن يكون من الشريك بس، وتحسون انه هاي الامنية لازم تتحقق، وقاعد تدعون حتى تحصلوها، عندكم نوع من الرضا السعادة الداخلية. ولكن يعني دا اشوف موضوع الزواج بالفترة الحالية راح يكون مجرد كلام، وبداية 2020 اكو موضوع زواج راح يصير. هاي بالنسبة للتفكير. البعض منكم اللي مرتبطين مليتوا من العلاقات اللي مريتوا بيها، وهاي العلاقات ما بيها نتيجة وما قاعد توصل للمكان، يعني مجرد علاقات عابرة تقضون بيها وقت وبعدها تخلص او تنصدمون انتو بنهايتها. فدا اشوف عندكم طاقة ملل من هاي العلاقات، دا تبحثون على شخص يكون وياكم جدي بالعلاقة. الشي اللي دا تدورونه بهاي الفترة شخص جدي يدخل وياكم، يكون علاقته بيكم جدية توصل الى مرحلة الزواج. هاي دا احكي على التفكير برج الميزان بصورة عامة. المتزوجين دا اشوف انه انتم مريتوا بمشاكل صار لكم فترة بالبيت بسبب اطراف خارجية، ممكن تكون من العائلة، او حتى ممكن يكون كان اكو زعل بينكم بسبب موضوع طرف ثالث. الطرف الثالث مثل ما اوضح كل مرة ممكن يكون شخص من الاهل هو دا يعيق العلاقة اللي بيناتكم، او يسبب لكم مشاكل يتدخل بها، او ممكن البعض الثاني منكم يكون يعني طرف ثالث يكون خيانة. بس بكل الأحوال دا أشوف الطرف الثالث اللي كان موجود بيناتكم للمتزوجين طالع من العلاقة بالفترة الحالية، ودا أشوف أكو مصالحة وأكو عودة للمنزل. إذا كنتوا تاركين المنزل يعني الناس اللي متزوجين، فدا أشوف أكو عودة، أكو رجوع، وأكو صلح، وأكو استقرار راح يصير بالبيت. أكو استقرار للمتزوجين من بعد مشاكل كنتوا مارين بيها، أزمات صار لكم فترة، دا أشوف أكو رضا شوية، اكو سعادة داخلية راح تصير. ممكن يكون عندكم خبر حلو، فرحة بالبيت راح تحتفلون بيها، او جمعة عائلية راح تصير بهاي الفترة. هسا نجي على الوضع العاطفي. البعض منكم يا برج الميزان شوية ركزوا لي على الوضع العاطفي للمرتبطين والمنفصلين، راح احكي هسا. البعض منكم يا برج الميزان دا اشوف انتو اخذتوا قرار انه تنهون العلاقة بشخص، انتبهوا لي من راح اقول لكم على الابراج اللي ممكن تتعاملون وياها. ممكن البعض منكم يتعامل ويا شخص برج العذراء مثل ما قلت لكم اول الفيديو، ممكن يكون برج الجدي، وايضا الطاقة النارية موجودة، ممكن يكون قوس او اسد او حتى حمل، لان ورقة الحمل مقلوبة. فدا اشوف انه برج الميزان ممكن تكونون نهيتوا علاقتكم بشخص من هاي من احد هاي الابراج، او عادي حتى اذا ما كان برجه، بس القراءة تنطبق، مو مهم الابراج، الابراج بس تأكيدا البعض الناس اللي طاقتهم تكون واصلة حتى يتأكدون انه القراءة تنضبط عليهم 100% من خلال الابراج. فدا اشوف انه برج الميزان انتو مريتوا بخسارة عاطفيا بالفترة السابقة، نهيتوا علاقتكم بشخص، هذا الشخص كان من النوع اللي متكبر، شايف نفسه متسلط ومسيطر بالعلاقة، من النوع اللي يفرض سيطرته بالعلاقة، وهذا الشخص علاقتكم بيه ما كانت مستقرة، وانتو عندكم احساس انه هذا الشخص يكون متلاعب. هذا الشخص ممكن تكونون صار لكم سنة وياه،
أو أنه موضوع الزواج بيناتكم صار لسنة مفتوح، بس هذا الشخص دائما دا يأجل بهذا الموضوع، دائما أكو إحباط، دائما أكو تأخيرات، دائما يقول لكم أنه يحكي وياكم أشياء، بس هاي الأشياء ما دا أشوفها حقيقية صادقة، ممكن يكون هذا الشخص كاذب. البعض منكم ممكن يكون أكو طرف ثالث بينكم موجود بالعلاقة، إذا ما كان برج الميزان نفسه هو بالفترة الحالية، أنت طاقتك طاقة علاقة ثلاثية، إذا ما كانت أنت صاحب هاي العلاقة الثلاثية، العلاقة الثلاثية طبعا انه انت تكون تفكر بشخصين، او انه انت يعني تحكي ويا شخصين بنفس الوقت، فدا اشوف انه وضع العلاقة الثلاثية راح ينتهي بهذا الشهر، راح تخرج احد الاطراف الداخلية، او انه هو الشخص نفسه من احد الاطراف هو راح يطلع من العلاقة، يصير بيناتكم انقطاع بالتواصل، تنتهي علاقتك بيه. المهم يعني بكل الأحوال دا أشوف أكو خسارة أنت مريت بيها، أكو شخص فقدته طلعته من حياتك، نهيت العلاقة بيه، وهذا الشخص أنت من بعد ما نهيت العلاقة بيه دا أشوف ما عندك نوايا أنه أنت تدخل بعلاقة جديدة، لأنه هذا الشخص تعبك هواية وكان متلاعب، ومن النوع اللي ما يفكر بعواقب الأمور ولا حتى يفكر للبعيد، تفكيره هذا الشخص محدود، يعني هو داخل العلاقة بتلاعب، وانتو اساسا البعض منكم يعرف انه هذا شخص متلاعب، بس هو كان ناوي انه ينطي فرصة، البعض منكم هاي الازمة سببت له انعدام بالثقة، والبعض الثاني دا اشوف حتى انه الموضوع الاهل ممكن عرفوا بيه او الاصدقاء، فانحط بموقف صعب بسبب هذا الشخص، من بعد ما انتهت العلاقة ممكن يكون كان واعدك بموضوع زواج وانت حكيت وقلت، بس بعد هالموضوع فجأة يعني اختفى هذا الشخص، او انه قال لك شلون نقول يعني اعذار وكذب، اكو كذب هواية عند هذا الشخص، فانت من اكتشفت انه علاقتك بما راح توصل للمكان وعلاقة مو طويلة الاجل، قررت انه تنهي العلاقة، او راح تقرر انه انت تنهي العلاقة بالفترة الجاية، لانه التحدي اللي قدامك هو علاقة انت تعرف انه هي مو طويلة الاجل، والنتائج مالتها ما راح توصل للمكان، وانت هواي استثمرت بهاي العلاقة، ممكن تكون صار لك سنين ويا هذا الشخص، او حتى استثمرت مشاعر، ممكن هواي ضحيت له، هواي صبرت عليه، وهواي تحملته، ولكن هذا كله بالاخير طلع بدون فايدة، هيك تعبك راح يعني، فلهالسبب دا اشوف انه انت راح تتخذ قرار بالفترة الجاية تطلع هذا الشخص من حياتك، اللي عنده طاقة تلاعب مو طبيعية، هذا الشخص حتى عنده نوع من الابتزاز العاطفي، ممكن يعني يغلط بحقك ومن تعاتبه هو راح يحكي وياك، يقلب الموضوع عليك ويخليك تحس بذنب لان انت رحت عاتبته على الغلط مالته، ويخلي الغلط موجود بيك، دا اشوف انت دا تعاني من انفصال من هذا الشخص اللي عنده نوع من الدراما كوين، يعني دائما يقلب المواضيع لصالحه مهما كان الوضع، هو راح ينقلب لصالحه بالاخير، حتى لو كان هو الغلطان انت ما تقدر تلزم عليه غلط، فدا اشوف انه انت هذا الشخص المتلاعب للمنفصلين ممكن يكون دخل بحياتكم من بعد خسارة، انفصلتوا انتوا عن شخص، فبالفترة الحالية قاعد تفكرون بالشخص القديم اللي كان موجود بحياتكم، ودا تقارنون بيناتهم، لانه دا اشوف احتمال البعض من عندكم تكون خسارة شخص، وبسبب هذا الشخص المتلاعب، ولهالسبب انت عندك نوع من الفرصة ضائعة، دا تحس انه اكو شخص كان موجود بحياتك فرصة وضاعت من ايدك ضيعتها، ممكن تكون انت اساسا ضيعت على مود هواية فرص اجتك زينة بس انت ما قبلت بيها في سبيل انه تنتظر هذا الشخص، بس هذا الشخص بالاخر يعني اكتشفت انه هو مو قد المسؤولية ولا نوايا وياك نوايا حقيقية وجدية، هو مجرد ينطي أعذار، دا أشوف هو مشاعره بالفترة الحالية أكو البعض من عندكم صاير تجريح بالكلام بينكم وبينه، أو أنتو ناويين أنو تقطعون علاقتكم بهذا الشخص، فدا أشوف هو بالفترة الحالية يريد يجي يحكي وياكم بصورة سريعة مندفع جدا، يعني هو عنده طاقة تسرع طاقة اندفاع عالية، فنواياه انه هو يجي يرجع يدخل بالعلاقة بيناتكم، او يحاول انه يرجع لك، ولكن بعد الرجوع النوايا مالته انه هو يبقيك بهاي الطاقة، طاقة التأخيرات طاقة الاحباط، يعني هو راح يرجع همينه يوعدك انه هو يحل الامور، او انه يصير بيناتكم زواج، او انه هو يصير احسن، ولكن يبقى عنده طاقة التأخير وطاقة الاحباط، نوع من الكذب يبقى موجود عنده، فهذا الشخص هو نواياه بالفترة الحالية انه يأجل كل المواضيع اللي بينكم وبينه ويأخرها، هو بس دا يحاول انه
يكسب وقت. انت اساسا التحدي اللي قدامك انه انت تخلي حد لهذه العلاقة، لان دا اشوف هذا الشخص عنده تلاعب كبير، يعني طاقته جبارة، كلش متلاعب وكاذب، ويقدر يسيطر على عقل الانسان، يقدر يستخدم العواطف، يبتز الانسان بعواطفه، من ناحية العواطف يدخل للشخص ويحصل على الشيء اللي هو يريده. فبالفترة الحالية دا اشوف انت اما قاعد تفكر بشخصين، شخص منهم هذا المتلاعب والشخص الثاني هو دا تحس انه هو فرصة ضاع من حياتك، او انه انت ممكن تكون هذا الشخص يعني هو من الماضي وراجع دا يحاول يرجع بحياتك. فعندك طاقة علاقة ثلاثية، دا اشوف بالفترة الحالية اكو علاقة ثلاثية، واحد الاشخاص اللي موجودين بهاي العلاقة عنده نوع من هذا التلاعب. قلت لكم ممكن يكون برج الجدي، ممكن يكون برج العذراء، او ممكن يكون برج القوس او الاسد، او حتى الحمل هنا هم موجود عندي. يعني الطاقه اللي موجوده طاقه ترابيه وطاقه ناريه. فاما عذراء، ثور، جدي او عقرب او قوس، حمل واسد. فدا اشوف انه الوضع العاطفي بهاي الفتره شويه محتاج من عندك وقفه، محتاج من عندك يعني عزم انه انت تقدر تخلي حد لهذا الوضع والكركبة اللي موجودة بحياتك. عدم الوضوح والتشويش وعدم اتخاذ القرارات، انت لازم تاخذ خطوة بالفترة الجاية انه انت تتخذ القرار الصحيح بخصوص هذا الشخص او بخصوص الاشخاص اللي موجودين بحياتك. البعض منكم ممكن يكون هو كاشف علاقة ثلاثية بهاي الفترة، ولهالسبب هو قاعد نهى العلاقة بهذا الشخص المتلاعب. بس هذا الشخص المتلاعب دا اشوف اكو تواصل بينك وبينه راح يصير خلال هذا الشهر، وراح يصير بيناتكم تجريح بالكلام. اما انت راح تجرحه بالكلام او هو راح يجي يجرحك بالكلام، لانه دا اشوف عنده طاقة تعصب. يعني ممكن هذا الشخص لانه انت تركته صايرة عنده هاي الطاقة، طاقة الهجومية. فدا اشوف اكو تواصل سريع راح يصير وياك، وهذا التواصل راح يصير يعني مو تواصل بناء، راح يكون بيه تجريح. التحدي اللي قدامك يا برج الميزان هذا الشهر، التحدي اللي قدامك ممكن يكون عملي وممكن يكون عاطفي. راح اقول لكم على الصعيد العملي معناه، وحقول لكم على الصعيد العاطفي. على الصعيد العملي دا اشوف انه انت بالفترة الحالية عندك ملل من الموضوع العملي. مثل ما قلت لك بالبداية، انت بعمل صار لك فترة تتعب 80% وتحصل احتمال الأرباح اللي تجيك من عنده فقط 20%. فبالفترة الحالية أنت هذا العمل دا تشوفه أنه مو رؤية طويلة الأجل، هذا العمل مو الشيء اللي أنت تدوره. نفس الوقت دا أشوف عندك طاقة متاعب بي ودا تبذل هواية مجهود، ولكن هذا العمل ما قاعد يوصل للمكان. فبالفترة الحالية التحدي مالتك أنه أنت تتخلص من عمل تعرف انه هو مو شيء طويل الاجل لك، وتبلش بمشروع جديد. التحدي اللي قدامك هذا العمل شلون راح تقدر تتجاوزه، او شلون راح تتخلص من عنده، لازم تفكر بعقلانية بهاي الفترة. لازم تتخذ خطوة جريئة، ممكن حتى يعني ماكو مانع انه تاخذ استشارة من شخص فاهم تخليه يساعدك انه انت تلقى عمل جديد. لازم تتخلص من هذا العمل اللي متعبك وما قاعد تاخذ بيه مجهود. انت تعرف انت نفسك عندك ادراك بالفترة الحالية، او راح يصير عندك ادراك انه هذا العمل متعب ومو طويل الاجل، مجرد النتائج مالته مو النتائج اللي مرغوبة. انت بديت يعني تحس انه تعبك قاعد يروح هيجي على الخالي بلاش. فلا اشوف انه لازم شلون تتجاوزه، لازم تخلي حد لهذا العمل اذا كان عندك ملل منه، وتعرف اترك هذا العمل وبلش تدور على عمل جديد والفرصة الثانية موجودة. اما اذا كان على الصعيد العاطفي، فدا اشوف انه انت بعلاقة بالفترة الحالية قاعد تفكر بيها بعقلك هواي، يعني بقلبك هواية بمشاعرك وتارك عقلك. بالفترة الجاية دا اشوف انه هاي العلاقة اللي انت بيها تعبت بيها هواية وضحيت بيها وقاعد تنطي بيها، قاعد تحاول انه تبني علاقة، بس هاي العلاقة ما قاعد توصل للمكان اللي انت تريده، وما قاعد تتقدم، دائما في تراجع. وحتى الشخص اللي انت قاعد تتعب وتنطي مشاعرك وتعبك وتضحياتك اله، دا تحس انه هو ما قاعد يقدر او ما يستحق هذا الشيء. نفس الوقت دا اشوف احتمال تكون اكو بيناتكم اختلافات هواية بينك وبين هذا الشخص. فتفكيرك بشكل مفرط بالعاطفة مخليك
ما تشوف السلبيات وما عندك إدراك إنه هاي العلاقة شنو حقيقتها، ما قاعد تقدر تشوفها على حقيقتها بسبب التفكير العاطفي اللي موجود. فشون تقدر تتجاوز هاي العلاقة؟ النصيحة دا تقولك إنه اترك التفكير العاطفي، لأنه هو اللي مشوه الإدراك عندك، هو اللي مدى يخليك تعرف تتخذ قرار بخصوص هاي العلاقة ولا تشوف الوجه الثاني إلها أو الوجه الحقيقي. التحدي اللي قدامك إنه أنت تقطع علاقتك بشخص متلاعب، والعلاقة وياه مو علاقة طويلة الأمد ولا راح تدوم، هي مجرد علاقة وقتية وتنتهي، ومجرد تاخذ منك وقت وتعب ومجهود، رغم إنه أنت بالفترة الحالية دا أشوف عندك القدرة إنه أنت تشتغل عليها وتساهم بخطوات، بس العلاقة ما قاعد تتقدم من طرفه. فالتحدي اللي قدامك إنه أنت تقطع هذا الشخص المتلاعب اللي موجود بحياتك، أو راح يرجع يبلش يظهر بحياتك بالفترة الجاية، تخليه لحد وتقطعه من حياتك. بالنسبة لنقاط الضعف إلك يا برج الميزان، نقاط ضعفك هذا الشهر راح تكون إنه أكو سر أنت خايف ينكشف. نقطة ضعفك سر أنت خايف ينكشف، دا أشوف بالفترة الجاية هذا السر راح ينكشف. ونفس الوقت دا أشوف أنه عندك بعض المخاوف والقلق والأوهام وحتى كوابيس بالليل بسبب موضوع معين أنت دا تفكر به، أو حتى ممكن يكون تجاه شخص من برج الحوت. ممكن تكون قاعد تفكر بشخص من برج الحوت وهو نقطة ضعفك بالفترة الحالية، ممكن يكون هو نفسه هذا الشخص المتلاعب. أيضا برج الحوت هنا أنا ظاهر يمي. قبل ما ينتهي الفيديو راح أقولكم كل الأبراج اللي موجودة حتى تشوفون إذا أبراجكم موجودة، أبراج الناس اللي تعرفوهم موجودة. فنقاط ضعفك هي مخاوفك وقلقك، لازم تتغلب عليها بهاي الفترة، لازم تتخذ قرارات جدية، تحاول إنه تكون قوي. أما بالنسبة لنقاط القوة اللي لازم تشتغل